السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناة أمي المغرب توفي صباح اليوم السبت الممثل المغرب محمد حسن الجندي في مدينة مراكش بعد وقعة صحية مفاجئة أصيب بها نتيجة نزلة برد وتوفي الجندي عن سن نهز 79 سنة بمدينة مراكش ويعتبر واحدا من أحد أهرام المسرح المغربي ومن الرواد الذين أغنوا الساحة الثقافية والفنية بالعديد من الأعمال ونشرت بعض المواقع المصريه خبر وفاه الراحل محمد حسن الجندي تحت عنوان وفاه ابو جهل في المغرب وذلك بسبب دور الراحل المشوه لشخصيه ابو جهل في فيلم الرساله وولد الراحل في مدينه مراكش عام 39 وهو اب لخمسه ابناء ان اعجبك الفيديو فلا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل ما هو جديد اشترك الان